هؤلاء الرجال بزي تقليدي وأسلحة خفيفة ومهام متشعبة هم الجمالة، رجال الصحراء العارفون بمسالكها ودروبها، يخوضون معارك مختلفة على جبهات متعددة، ولا يستخدمون إلا الإبل وسيلة للتنقل. استخدام الإبل في هذه القفار ليس اختيارا، بل هو ضرورة تفرضها التضاريس ونمط حياة السكان وطبيعة مهام القوات. هم يوجدون عادة في أراضي وميادين لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الجمل أو ما شابه ذلك، وطبعا في أي حال يكون الجمل هو أكثر نجاعة وأكثر وسيلة فعالية في هذا المجال. يضاف إلى ذلك بأن بالإضافة إلى أن وسيلة النقل لديهم أساسا هي الجمل، فلديهم أدوات لوجستية أخرى تساعد السيارات. حتى في بعض السنوات الماضية كانوا تم تجهيزهم بطائرات خفيفة جدا وصغيرة، اليوم لم تكن تابعة لهم، بالطبع تابعة للقوات الجوية، ولكن اقتضى الأمر تتدخل لصالحهم، خاصة في مناطق بعيدة يمكن أن تصل إليها الطائرة، تأتيهم بالمؤن وتساهم في إخلاء المرضى وإخلاء الجرحى إلى آخره.